السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو ديالي تكونوا دائما ان شاء الله بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الحال والاحوال ان شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا معايا غادي نطيب معكم الدجاج ان شاء الله بطريقتي الخاصه، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا هنايا عندي الدجاج الكميه اللي بغيتو بطبيعه الحال. عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البصله، يعني كل جوج بصلات تقريبا، ولا هذا على حساب الدجاجه وحده الكميه، يعني انتما اللي غتحكموا فيها. عندي القزبر والمعدنوس، عندي الثومه هنايا دي مقشرتها، وعندي هنا الكبيدات ودوك القناوصات ديال الدجاج غسلتهم مزيان طبيعه الحال بالماء الحامض، وغادي ندير لهم شويه ديال ورق سيدنا موسى وواحد الطريفات ديال الحامض، وغادي نردهم ان شاء الله يطيبوا بطبيعه الحال شويه قرصه ديال الملحه. والدجاج البنات عندي هنايا راني سبق وغسلته مزيان بالحامض والملح مزيان حتى تنقى ليا مزيان. ان شاء الله نشارك معكم الفيديو الجاي ان شاء الله كيفاش الطريقه ديال الغسيل ديالو لطريقتي انا. وكنرقدو في الماء، يعني الماء غادي يكون واحد البانيو اللي هو كبير، تدخلي فيه الدجاج ديالك بطبيعه الحال يكون فيه الماء كثير، وتديري شي طريفات ديال الحامض، ويا ريت يكون الحامض بلدي كيجي يا سلام في النكهه ديالو. وكديري شي معلقه ديال السكينجبير كتخلطيه مزيان، كتغسلي الدجاج ديالك مزيان وكترقديه في هذاك الماء واحد ساعة حتى لساعتين ولا 3 سوايع ما غيوقع له حتى حاجة، يعني بالعكس كيجي لذيذ بزاف وبنين في الطياب ديالو. من بعد كتخليه تسقطر وتغسليه وتقدري طيبيه في ديك الساعات، يعني في اي لحظة بغيتي. كيف كتشوفوا البنات غادي نقطع القزبر والمعدنوس ديالي هنايا، وغادي نطحن هذيك الثومة حتى هي، وغاني غادي معكم مرحلة مرحلة ان شاء الله. كتشوفوا معايا عندي واحد الطراب كهربائي البنات، اي طراب ولا هذاك اللي غتخدموا فيه العطريه ديالكم، ما تنصيبوش الشرموله ديال الدجاج. كيف شفتوا معايا درت فيها القزبر والمعدنوس ديالي مع الثومه، عندي واحد جوج طريفات ديال الحامض المصير طبيعه الحال، ملي كنرقدو راه غادي تقدروا تلقاوه في القناه ديالي، سبقت وتشاركت معكم الطريقه ديالو. غادي نديروا العطريه دابا البنات، العطريه دائما على حسب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. كيف كتشوفوا معايا انا درت جوج معالق تقريبا ونص ديال الخرقوم، دائما كنوصيكم العطريه طحنوا على يديكم البنات، كيطلع لكم الماكله ديالكم كتجي لذيذه بزاف وبنينه. عندي هنايا سكينجبير حتى هو درت جوج معالق، وعندي الابزار، تقريبا معلقه صغيره البنات، كيف كتشوفوا معايا الحامض مصير، يعني تقريبا حامضة وحده، وتا هو تقدروا تحكموا في الكميه، اللي ما كيبغيش الحموضه يقدر يدير غير شويه يعني ما يكثرش. عندي هاد الضامه هادي ديال الزعفران الحر زوينه بزاف البنات، حتى كتعطي حتى اللون للدجاج زوين والنكهه بطبيعه الحال، يعني هي كتكون هي البديل ديال هذاك الملون الاصطناعي. كيف كتشوفوا معايا كندير واحد الكويز ديال الماء باش يطحن لي هذوك الشرموله ديالي مزيان،
كتشوفوا معايا الشربونه ديالي بعد ما طحنتها، غادي نجيب الدجاج ديالي وغادي نبدا كنشرمل فيه ان شاء الله معاكم. الشرموله كنشرملو بها الدجاج راه طريقه سهله مزيان، ضروري يعني تدخلوا ليه الشرموله لداخل وبين الجلد يعني كتشرملوه مزيان مزيان بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كتشوفوا معايا البنات بعد ما كملت الدجاج ديالي بالشرموله ديالو شرملته مزيان درتو في الطنجره، وهنايا البصله ديالي اللي شلطتها حتى هي خليتها بحال هكا، المهم خليتهم على جنب حتى عند الطنجره. يلا هزت لي غير ثلاثه. عندي هنا كاس ديال الزيت مخلط بزيت الزيتون وزيت العاديه، وعندي معلقه ديال السمن بطبيعه الحال، وعندي الزعفران الحر اللي هما تقريبا مهمين بزاف للدجاج باش يجيك زوين ولذيذ بزاف. بعد ما كطلع الغليه هكا الدجاج بدا كيغلي ليا كنزيد الزيت البنات، كنزيد هذاك الكاس كبير ديال الزيت اللي مخلط بزيت الزيتون كسبق وذكرت لكم، وزيت العاديه زيت نباتيه، وكندير هذيك المعلقه ديال السمن تكون كبيره. كيف كتشوفوا معايا ضروري هذا السمن هذا كيجي لذيذ بزاف البنات، يعني انا متاكده غادي يعجبكم مزيان ان شاء الله، غادي يعجبكم بهذه الطريقه هذه. وكنزيد الزعفران الحر حتى هو كيعطي واحد اللذة خطيرة خطيرة البنات للدجاج، يعني الدجاج بلا سمن بلا زعفران الحر ما كيجيش لذيذ. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كيف كتشوفوا معايا صافي غنخلي يكمل الطياب ديالو ونتلاقاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا البنات هذا هو الدجاج ديالي بعد ما طاب مزيان، راه هكا كيجي دابا باقي ما تحمرش يعني في الفران، الشرموله ديالي صافي حتى هي وجدات. وهنايا كندهنوا واحد شويه ديال الزبده، يعني ليك الاختيار بغيتي تقليه في الزيت تقدري تقليه في الزيت، بغيتي تدخليه للفران دخلي الفران، يعني في الفران كيبقى صحي اكثر. كندهنوا بواحد الدهنه خفيفه هكا هي بالزبده، والفران راه سخون من قبل. وغادي ندخل الدجاج ديالي يتحمر ان شاء الله في الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم البنات، والى عجبكم ما تنساوناش عفوا تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبابكم والناس اللي قراب ليكم، وما تنساوش ديروا لينا لايك وديروا اشتراك وتخليو لنا شي تعليق زوين. وشكرا لكم، كنشكر الجميع الجميع جميع الناس اللي متبعينا، شكرا لكم بزاف.